مساء الخير. شوفوا لي هذا الورد اللي هو ورد الصباح طبعا، بس صارت عندنا قصة، خلينا نسولف القصة. هذا الشخص اللي انطاني هذا الورد تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك، او ما تعرفت عليه، مجرد قال انا من فلان محافظة اللي هي البصرة طبعا، الاخ سلام التميمي قال عندي ورد الصباح 7 ألوان، انا عندي بالبيت فقط 4 ألوان. فصار التواصل وياه، وين بيتكم؟ قال بيتنا بقضاء شط العرب، ورحت للرجال وكانت الدنيا ظهر نهاية الدوام يعني، وانطاني هذا ورد. شوف شلون مرتب لي اياه، هاي وصله مبللة تمام، باعوله مبللة، وكل لون مخلي لي اياه بحزمه وبرزمه وبحده، هاي الالوان باعوا الكميه، وانطاني هذا الورد. وهو الرجال لا يعرفني لا شايفني قبل، بس تواصلت وياه انطاني هذا الشيء، على الرغم انه هو القضاء، قضاء شط العرب شوي بعيد عن المركز، بس اعتنيت للرجال، وهو الرجال متفضل عليه لان هو ماكو شيء جبره بهذا الظهر وهاي الشمس مال البصره اللي تصمت صمت، يطلع ويقطع من الحديقه ويرتب لي اياه وينطني. طبعا مو بس انا، سوالي وجبتين، واحده الي واحده اخذها صديقي. بالمقابل شوفوا هذا التصوير، هاي تزرع طيب تحصد طيب. سجاد بداية الموسم، أول ما بدأ الموسم كلش رحت له وما قصروا، يعني انطاني ورد، ورد الصباح تمام، وهو لا يعرفني لا كذا. فأنا شويت البارحة راسلته قال عندي ورد الصباح، اللي عرفت إنه هو ما عنده اللون الأحمر، عنده كل الألوان بس اللون الأحمر ما عنده. فأنا شنو جيت للمشتل أخذت لون أحمر راح أنطيه له، وجبت له هذا ست الحسن هم متسلق هم راح أنطيه له، عسى ولعل يزرعه وبعدين يكاثره ويوزع للناس، لان هو ما شاء الله هذا لون احمر طبعا ضو الا واهسب هاي الشغله، وهي صدقه جاريه عني وعنه وعن كل امواتنا. شوفوا ست الحسن حتى مورد هم يزرعه وبعدين هم سهل التكاثر، ازرع وجذر وزرع بسندانه ويعيش. وهذا ورد الصباح العراقي اللون احمر، هو ما عنده هذا اللون، هم راح انطي. يلا تحياتنا. هذا التصوير للأخ سجاد، هم ما أعرفه، هم تعرفت عليه عن طريق الجروبات بالفيسبوك، وأول ما بدأ الموسم رحت له وما قصر وياي، ما انطاني فقط عوادين، انطاني أيضا سنادين مزروعة وكاملة وجاهزة، وقال لي هذا ورد الصباح لك. سجاد رحت للمشتل واشتريت له ورد الصباح اللون الأحمر، واشتريت له ست الحسن تمام، وانطيتهن إلى عسى ولعل يزرعهن وبعدين يوزعهن. سجاد هو نفس اللي انطاني قلت لكم ورد الصباح، انا بدوري كاثرته وانطيته لصديقي وياي بالدوام بالبرجسية، وصديقي وزع للجوارين والجوارين وزعوا للجوارين والاقاربهم وهكذا. فهاي المعاملات، هاي المعاملات اللي الدين الاسلامي يركز عليه. وبنفس الوقت اكو موقف لازم اذكره، احد الاشخاص باحد الجروبات عنده ورد الصباح اللون الاصفر، انا ما اعرفه صراحة لكن قريت التعليقات بدون ما اتدخل بالتعليقات، يحكي نتل هيجي بنرفزة وكأنما هو يملك العلاج لمرض مستعصي وهذا فقط العلاج عنده. عمي صلى على محمد أخوي العزيز، ويقول الشتلة ب50 ألف، يعني أنت همزين الهوى مو بيدك. أنا هيك أشخاص مثل سلام التميمي أو الأخ سجاد أو الأخ أبو مهدي اللي ببغداد اللي جاي يتعنون ويتعبون ويزرعون ويكاثرون ويدون للمحافظات، هذول أشخاص استثنائيين. أتمنى من الأشخاص اللي عندهم ألوان نادرة، أتمنى من الأشخاص اللي عندهم شتلات نادرة ينطونها لهذول الأشخاص، وذول الأشخاص بدورهم يزرعونها ويكاثرونها ويوزعونها للآخرين صدقة جارية عنك وعن أمواتك وعن إلى مدى الحياة، لأن هذا يبقى يعيش معمر، هذا عمره أكثر من الإنسان، الإنسان ما تعرف بأي لحظة يموت، لكن هاي النباتات هاي الأشجار تبقى معمرة وتبقى عايشة ويستفادون من عندها الآخرين. هاي الرسالة اليوم حبيت أتوصلها لكم، ما عندنا محتوى مهم لكن هي رسالة كلش مهمة، أتمنى من الآخرين يقتدون بالأشخاص اللي يفعلون أو اللي يسوون أعمال صحيحة تفيدهم وتفيد الآخرين وذات مردود إيجابي.